بس يا عم نفادي، ودي القصة من طقطق للسلام عليكم. طب أنا عندي قصة تفيدنا في موضوع الماتش ده. الله، طب ما تلحقنا بيها. زمان كان فيه راجل من التراث الكوستاريكي. كوستاريكي إيه؟ الإغريقي. لا مش الإغريقي، التراث الليبيني الكرداسي. كرداسي؟ في قصة من التراث الكرداسي؟ يا بابا بالراحة يا عم، لا إله إلا الله، ده حتى الكلام أخده وعطه. هتسيبني أحكي ولا لا؟ زمان كان فيه راجل غلبان بيشتغل فاو علي، بيصحى الصبح ياخد عدته وينزل يسعى على رزقه ورزق عياله، رغم انه كان عارف في الوقت ده ان الفوعليه قادلهم شويه بيختفوا واحد ورا التاني. المهم جت ست جميله بعربيه حمراء ونجته من وسط الرجاله وقالت له انا عاوزاك تهدلي حيطه في جنينه الفيلا. الست خدته فعلا عشان يهد حيطه في وسط الفيلا وقالت له هديك 200 جنيه. الراجل فرح بال 200 جنيه ولسه هيطلع الاجنه ويهد في الحيطه، فجاه لقى طرف جلابيه صعيدي في وسط الارض. الراجل قعد يفكر مع حاله، تكونش دي الست اللي بتخطف الفواعليه وبتقتلهم؟ ايه بيتك لابو الاجنه بروح يا عم. ظهرت الست وراه قالت له تشرب حاجة ولا تفطر؟ قال لها لا أنا فطران، هاتيلي موز باللبن سكر زيادة. المهم والست مشت من هنا وهو رمح على المركز من هنا. البوليس جه لقي 10 جثث مدفونين في باطن الأرض. خابر الست كانت دفنة الجثث كيف؟ 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 دفناهم 4-4-2. ياه يا الله، أما قصة عبرة بصحيح. جريت لي على الموز باللبن. عمدة سك على الحلم، عايز واحد موز باللبن. تاخد موز باللبن؟ موز باللبن؟ موز باللبن إيه؟ موز باللبن إيه اللي هنشربه وإيه العبرة يعني؟ إيه العبرة اللي في القصة دي؟ العبرة في نهاية القصة 4-4-2، دي الخطة اللي هنلعبوا بيها. إحنا عايزين فرقة الأول وبعد كده نفكر إحنا هنلعب بأنهي خطة يا أستاذ. آه صح، وجهة نظر برضه. الفرقة دي أسهل حاجة، ما كل جمعة بروح ألعب أنا وطبازة والعترة وسالم وفزاع، بروح نلعب الواد كمال ونصة والقاضي، نأجروا أرض ونلعبوا ساعة، وعيال إيه؟ مواتير، موتوسيكلات. شايف؟ قلت لك المزاريطة طول عمرها ولادي، طبعاً بتسفلتوه. دول بيسففونا التراب. بقول لك قاعدين في الأرض 24 ساعة، فخدوهم وإن شاء الله يعني هرفعوا راسكم. طب الحمد لله اتحلت. ايه ادي 5 لعيبه اهم. الله، اتحلت في ايه يا استاذ حسن؟ امي يا دوره رمضانيه 5 لعيبه، لازم 11 لعيب. طب ما ينفعش تكلمهم ونمشيها 5 قصاد 5؟ 5 قصاد 5 ازاي يا استاذ حسن؟ ما ينفعش، لازم 11 لعيب. طب ما ينفعش 5 ونكررهم؟ لا اله الا الله، هنكررهم هم يعني فوتوشوب؟ هنكررهم ولا بلاي ستيشن؟ ده ماتش بجد. خلاص، ما ننضم احنا كمان للفرقه ونلعب مع كمال ونصه والقاضي وما محبه الا بعد عداوه. خلاص خلصت كده، بقينا 10، يلا بينا. يلا بينا ايه؟ احنا 10، الفرقة 11، ناقص واحد. تعرف تلعب كورة؟ يعني زمان كده كنت بلعب على قدي. أنا بقلق بقى من اللي يقول على قدي وبيخزل عين. بتلاقيه في الملعب كورباه، ها ميسي على مارادونا. أنت معانا في الفرقة. بجد هلعب معاكم؟ شكرا. استنضف لك شورت وتعالى. لابسه من امبارح. كده جاهزين. عمدة إيه، حط الموز بلبن في شنطه بلاستيك واخده معايا تكاوي. تكاوي ايه وشنطه بلاستيك ايه؟ لسه عايزين مدير فني ولسه عايزين احتياطي. طب ما نمشيها منا فينا. ما ينفعش منا فينا، لازم الحاجات دي تيجي. الاحتياطي ده سهله، يعني نشوف الغفره بتوع المزاريطه وهم كده كده متعودين على قعده الدكه. حلوه حلوه، انت موافق؟ طب طبعا، ما منطقي.